هنتعلم من خلال الفيديو ده طريقة رسم الدايرة في برنامج جوجل سكتش اب او امر سيركل. اول نقطة هنتكلم فيها من خلال الفيديو وهي كيفية الوصول للامر. علشان اوصل لامر سيركل في برنامج جوجل سكتش اب عندي طريقين. اول طريقة وهي من قائمة الدروع العلوية، هلاقي في مجموعة الشيبس، لو ضغطت على السهم اللي جنبها هلاقي امر سيركل موجود. الطريقة الثانية وهي من خلال قائمة اللارج تولز، هلاقي أيقونة أمر سيركل موجودة، بمجرد ما أضغط عليها الأمر بيبتدي يتفاعل معايا. النقطة الثانية وهو إن إزاي كيفية الرسم حر في البرنامج. يعني إيه حر؟ يعني بدون أبعاد. البرنامج بيطلب مني نقطة، بضغط كليك شمال اديت له أول نقطة، وأسحب للخارج البرنامج بيطلب مني نصف القطر، اضغط كليك اديت له نصف القطر. يبقى دي اول طريقه وهي الرسم حر، يعني البرنامج بيطلب مني كليك وكليك اخر علشان يبتدي ينفذ الامر. النقطه الثالثه وهي ان ازاي ارسم بابعاد. علشان ارسم بابعاد بيحتاج مني كليك واسحب للخارج وابتدي ادخل له انا بقى قيمه نصف القطر. وليكن انا عايز ارسم دايره بنصف قطر 10 او 20، هقول له 20 انتر، هتلاقي ان الدايره اترسمت معاك ولكن بابعاد. مره تانية كليك واسحب واقول له 30 انتر، الدايره هتترسم معايا. النقطه الرابعه اللي هتكلم عنها وهي اني هتلاحظ لو قربنا من الدايره دي هتلاحظ ان فيها عباره عن سيجمنت، عباره عن سايدز، الجوانب بتاعتها كده متكسره. يعني الدايره دي عباره عن مجموعه اضلاع بتكون الدايره. طب لو عايز اتحكم في العدد بتاع السيجمنت ده اتحكم فيه ازاي؟ لو ضغطنا كليك وسحبنا وضغطنا مفتاح كنترول مع ناقص وافضل دايس عليه كده، هتلاقي ان الاضلاع بتاعه الدايره دي بتقل. لو ضغطنا كليك هتلاقي ان الدايره اتحولت معاك لبوليجون. طيب لو عايز انعم الحواف دي او ازودها ازاي؟ اضغط كليك واسحب كنترول مع زائد، كنترول مع زائد، هتلاقي ان السيجمنت بتاعه الدايره بتزيد. طبعا حضرتك بتدخل العدد اللي انت عايزه، بمجرد ما اضغط كليك وارسم الدايره هتلاقي ان الحواف انعم من اللي قبلها بكثير. يبقى دي كده النقطه الرابعه اللي احنا حابين نتكلم عنها، يا رب تكون واضحه ومهمه. يعني اقدر كمان من خلال امر الدايره ان انا ابدل، ممكن اقلل في السيجمنت واوصل لمثلث بهذه الطريقه، افضل دايس كنترول مع ناقص، السيجمنت بتاعتي بتقل بهذه الطريقه اهو لحد ما اوصل لمثلث لو حبيت بهذه الطريقه. النقطه الخامسه اللي حابين نتكلم عنها وهي ان ازاي اعرف خصائص الدايره اللي قدامي دي. لو حبيت اعرف خصائص وليكن الدايره دي، بمجرد بس ما اضغط على الحواف بتاعتها هلاقي في قائمه عندي اسمها Entity Info، دي فيها كل المعلومات الخاصه بالدايره اللي انا رسمتها دي. هي فلير كام؟ الريدتس بتاعها كام؟ نصف القطر بتاعها كام؟ اقدر اتحكم فيه. لو خليت نصف القطر وليكن 80 اقدر اتحكم فيه. طيب السيجمنت هنا بيقول لي انت عندك 48 سيجمنت، طب لو حبيت اقللهم اخليهم 30 هيقلوا معايا، لو حبيت اخليهم 10 شوف اللي هيحصل، اقدر اتحكم فيهم براحتي. وبيقول لي المحيط بتاع الدايره دي كام. كذلك لو اخترنا الشكل ده على الحواف بتاعته هيجيب لي كل المعلومات، بيقول لي ان ده فلير 0، الراديوس 102، السيجمنت 5. لو حبيت اغير في السيجمنت بدل 5 هخليها 30، شوف اللي هيحصل، اتحولت معايا لدايره. يبقى دي معلومه مهمه جدا انك تكون عارفها، شويه تريكات كده تقدر تلعب فيها بالشكل بتاعك. اخر حاجه هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا وهي اني لو حبيت احذف دايره احذفها ازاي. هختار امر اريز من شريط الادوات سواء من اللارج تولز او من درو، بمجرد فقط ما اضغط على الحواف بتاعه الدايره هتبتدي تمسح معايا بهذه الطريقه. الطريقة الثانية ان انا ممكن امسح السطح بتاع الدايرة، اختار السطح واضغط مفتاح ديليت، هلاقي ان الدايرة
فقط بقت عبارة عن خطوط خارجية فقط لا غير. هو ده مضمون الفيديو بتاعنا، يا رب يكون مفيد لحضراتكم. أنصحك إنك تتدرب على كل الخطوات اللي احنا عملناها وكل النقاط اللي احنا قلناها في الفيديو، لأنها مهم جدا إنك تكون عارفها، لأن هي اللي هتعرفك طريق الاحتراف في برنامج جوجل سكتش أب. يا رب يكون الفيديو خفيف على حضراتكم، يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. أشكركم، إلى أن نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.